الحقيقة يا أستاذ محمد ألف ألف مبروك، لأن هذه البطولة تحديدا أو هذه البطولات اللي تم تنظيمها على صالات النادي الأهلي المختلفة كانت مسار يعني الناس كلها كانت مبسوطة بالشكل والأداء والتنظيم الرائع. ما شفناش الحقيقة، يعني حاولنا إن احنا نتكلم مع كثير من اللاعبين كلهم الحقيقة كانوا بيشيدوا بالأداء، وده اللي متوقع الحقيقة من مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن في النهاية زي ما حضرتك قلت احنا بنمثل بلدنا، بنمثل النادي الأهلي طبعا وبنمثل بلدنا. بعد كده الكل ابتدى ينظر إلى دوري أبطال إفريقيا ومجلس إدارة النادي الأهلي في مساندة لاعبي كرة القدم أو الفريق الأول لكرة القدم علشان نقدر نفوز بهذا الكأس للمرة ال11. يعني ترتيبات رائعة وتنظيم رائع في كل حاجة الحقيقة يا أستاذ محمد. بص يا كابتن إسلام، أنت يعني كنت لاعب في النادي الأهلي وفي جيل كمان من الأجيال الذهبية في النادي الأهلي، فأنت عارف إن دايما دور مجلس الإدارة يكون في إن هو إزاي يوفر كل الإمكانيات علشان يوفر جميع الفرص للفرق، وطبعا منهم كرة القدم وخاصة كرة القدم، ازاي ان احنا نوفر لهم ونهيئ لهم كل الظروف عشان يقدروا يأدوا اعلى اداء، وازاي يقدروا يكونوا في اعلى قمة تركيز، الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين. ده دايما بيبقى دور مجلس الادارة. انت عارف مجلس الادارة لا يتدخل صح الشؤون الفنية تماما، من قريب من بعيد، مهما حصل، مهما كان في اي عدم اتزان في اي فرقه من الفرق، مهما كان في اي شيء. صحيح. فاحنا دايما دورنا ان احنا ازاي نقدر نعالج، ازاي نقدر نوفر الظروف انها تهيئ لهم عشان يأدوا افضل ما عندهم. كان عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني والطبي والاداري واللاعبين ان هم يستطيعوا ان هم يفوزوا ببطوله افريقيا. احنا كنا شايفين قد ايه الفرقه عندنا، اللاعبين اللي موجودين لعيبه كبيرة جدا، معظمهم منتخب مصر، معظمهم منتخب بلادهم بيلعبوا، مدرب ما شاء الله عليه بعقلية قوية جدا وفكر وشخصية قوية جدا، وزي ما بنقول عليه كده راجل إداري. صحيح. بيعرف يدير مباريات، بيعرف ازاي يخرج بالنتيجة، بيعرف ازاي يخطط. دور مجلس الإدارة كان ان هو يوفر. طبعا كابتن محمود الخطيب هو انت عارف هو المشرف على الكوره من مجلس الاداره، ومعاه لجنه التخطيط ولجنه الكوره اللي موجوده، والحمد لله قدروا ان هم يحتووا الفريق بشكل جيد جدا. كان عندنا اخفاق بتاع او هزيمه كانت بالنسبه للناس غير متوقعه، النتيجه بتاعه سان داونز، نعم، لكن خرجنا من هناك الحمد لله رب العالمين. اللعيبه قويه جدا. من بعد هذه المباراه يا استاذ محمد 16 مباراه كسبنا 14 وتعادلنا مباراتين من بعد، يعني مباراه سان داونز يعني. مظبوط. اللعيبه كانت هنا شخصيه اللاعب بتاع النادي الاهلي حقيقي، انه لما بيحصل اي اخفاق او نتيجه غير متوقعه، شخصيه لعيب النادي الاهلي بتبتدي تبان، وبتبتدي يقول لك انا بلعب في النادي الاهلي، يعني انا اقدر، يعني ده برميه ورا ظهري وببص لقدام وبكمل، المهم النتيجه النهائيه. هو ده اللي حصل، ان احنا كملنا الحمد لله، ربنا كرمنا بماتش بعد كده الرجاء هنا 2-0، القطن الكاميروني 3، وبعد كده الهلال، وبعد كده رحنا لعبنا الرجاء برضو عندنا 2-0 وهناك 0-0، ومباراه قويه جدا لان الرجاء فريق قوي جدا وفريق محترم جدا وبتلعبوا على ارضه في المغرب، وبعد كده لعبنا الترجي، ربنا كرمنا هنا وهناك، وبعد كده بقينا خلاص في المباراه النهائيه اللي بتحدد البطل. كل الناس من مجلس اداره، من عاملين في النادي، من اجهزه فنيه، من اجهزه طبيه واداريه، من لاعبين، كله كان في حاله تركيز شديده جدا خلال الفتره دي كلها، لان انت خلاص بتبقى على بعد خطوه واحده من التتويج ببطوله ال11 انجاز مع باقي البطولات، الالقاب اللي اتحققت مع الانجازات اللي موجوده في كل الالعاب الرياضيه السنه دي في النادي الاهلي. صحيح. كانت بطوله مهمه جدا جدا. صحيح. خساره البطوله في نفس الملعب السنه اللي فاتت في بعض الاجواء اللي كانت بالنسبه لبعض، ظروف مختلفه تماما الحقيقه، مختلفه نعم. اجواء وظروف مختلفه. صحيح. تماما، وجمهور انت عارف جمهور المصري الشعب، لا عدم الحياديه و... عدم الحياديه والجواب يعني حاجات احنا بنقولها كتير يعني. والجمهور الشعب المصري دايما عنده حته العاطفه وبيتاثر بالحاجات. صحيح. جدا، بيبقى مش قادر ينساها يعني.